اليوم نعرض لكم الهواتف المتوسطة التي صدرت في شهر يوليو بسعر أقل من 450 دولارا، بينها هواتف متوسطة قوية من سامسونج وواوي وفيفو. لننطلق. رقم تيفي. البداية مع جالاكسي 822 5G، هاتف يميزه سعره المنخفض بالمقارنة مع عتاده القوي والرائد. يأتي بشاشة 6.6 إنش بدقة Full HD Plus بمعدل تحديث 90 هرتز ومعالج Dimensity 700 5G مع عدة نسخ من الرام وذاكرة التخزين، تبدأ من 4 جيجا بايت رام و64 جيجا بايت ذاكرة التخزين حتى 8 جيجا بايت رام و128 جيجا بايت ذاكرة التخزين. الكاميرا الخلفية مكونة من 3 عدسات، الرئيسية بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.8 والأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل تلتقط صور سيلفي عادية. بطارية الهاتف 5000 ملي أمبير. سعر الهاتف يبدأ من 230 يورو. شاهد مراجعة رقمي عن الهاتف. ثانيا، بوكو F3 GT، بتصميم رائع ومواصفات قوية أروع. الشاشة OLED مقاس 6.67 إنش بدقة Full HD Plus معدل تحديث 120 هرتز، المعالج Dimensity 1200 جيد للاستخدام الرائد والقوي مع 6 أو 8 جيجا بايت رام وذاكرة التخزين 128 أو 256 جيجا بايت. الكاميرا الخلفية الرئيسية تلتقط صورا رائعة بدقة 64 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.7 والأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل. ساعة البطارية 5065 ملي أمبير. سعر الهاتف يبدأ من 376 دولارا. ثالثا، هواوي نوفا 8i، الهاتف الوحيد من هواوي هذا الشهر استعدادا لمؤتمر الإعلان عن سلسلة هواتف P50. شاشة الهاتف 6.67 إنش بدقة Full HD Plus بالنسبة للمعالج سناب دراجون 662 من كوالكوم جيد للاستخدام فوق المتوسط مع رام 6 أو 8 جيجا بايت مع ذاكرة التخزين 128 جيجا بايت. الكاميرا الخلفية مكونة من 4 عدسات، الرئيسية بدقة 64 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.9 والأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل. ساعة البطارية 5000 ملي أمبير. وسعر الهاتف 307 دولارات. شاهد مراجعة رقمي عن الهاتف. رابعا، فيفو S10، هاتف بتصميم جذاب ومواصفات قوية كعادة هواتف فيفو. شاشة الهاتف أموليد مقاس 6.44 إنش بدقة Full HD Plus معدل تحديث 90 هرتز، العتاد يضم معالج Dimensity 1100 جيد للاستخدام المتوسط مع رام 8 أو 12 جيجا بايت وذاكرة التخزين 128 أو 256 جيجا بايت. الكاميرا الخلفية الرئيسية بدقة 64 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.9 تلتقط صورا رائعة، والأمامية بدقة 44 ميجا بيكسل تلتقط صور سيلفي رائعة. ساعة البطارية 4050 ملي أمبير. وسعر الهاتف يبدأ من 433 دولارا. خامسا، Honor X20 SE، بتصميم تحبه من أول نظرة، بظهر لامع وواجهة بدون حواف. شاشة الهاتف 6.6 إنش بدقة Full HD Plus، المعالج Dimensity 700 جيد للاستخدام الرائد مع رام 6 أو 8 جيجا بايت مع سعة تخزين 128 جيجا بايت. الكاميرا الخلفية الرئيسية بدقة 64 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.9 تلتقط صورا بجودة رائعة، والأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل. ساعة البطارية 4000 ملي أمبير. وسعر الهاتف يبدأ من 280 دولارا. سادسا، Vivo Y53S 4G، بعد إصدار نسخة 5G قبل مدة أعادت فيفو إطلاق الهاتف لكن نسخة 4G. شاشة الهاتف مقاس 6.58 إنش بدقة Full HD Plus. عتاد الهاتف يتكون من معالج هيليو G80 جيد للاستخدام المتوسط مع سعة رام كبيرة 8 جيجا بايت وذاكرة التخزين 128 جيجا بايت. الكاميرا الخلفية الرئيسية بدقة 64 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.8 تلتقط صورا مناسبة لمحبي التصوير، والأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل. ساعة البطارية 5000 ملي أمبير. سعر الهاتف يبدأ من 305 دولار. انتهينا من عرض الهواتف. ما رأيك في هذه الهواتف؟ ننتظر تعليقاتكم أسفل في مكان التعليقات، ونلتقي في الحلقة القادمة على الرقم تيفي.